وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة السيد أكرم الفهد، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. مرحبا بك سيد أكرم. يعني بعد الإعلان من قبل الأمم المتحدة في مشاورة السويد عن اتفاق الحديدة، كيف تفسر اشتباكات الأمس؟ أهلا بك وبالمشاهدين. الحوثيين دائما يروا بأن السلم أو الهدن هي محطة جديدة لاستعدادهم لاشتباكات جديدة. الحديدة رغم ما كان فيها من مضض بهذا الاتفاق في السويد، إلا أن الحكومة اليمنية ومن وراءها التحالف العربي ذهبوا إلى اتفاقات أو إلى وضع هدنة ووضع آلية محددة للحديدة لكي يجنبوا المدنيين القتال والدمار. لكن الحوثيين ذهبوا إلى جانب آخر، ذهبوا إلى نهب الميناء ومصادرة البضائع للتجار والمؤونات والإعانات الإنسانية للمواطنين، وذهبت أيضا إلى تعزيز بعض الجبهات في الحديدة، ومن ثم بادرت بقصف مناطق للمدنيين أو قصف مناطق تتمركز فيها قوات الجيش الوطني. طيب، وهذا ما حدا بمراقبين وصحفيين يقولون بأن الحوثي لن يلتزم بهدنة الحديدة وهي في أيامها الأولى، وأكبر دليل الحشد وأيضا النهب وما حصل في الحديدة. طيب خير دليل خلال سيد الساعات أكرم، الماضية حتى نفهم الموقف أكثر، يعني هل هو عدم التزام بما أقر في السويد أم أنه مناورة سياسية جديدة؟ ولماذا الآن تحديدا يتم هذا الخرق أو هذه المناورة من قبل الميليشيا؟ هذه لحظة مهمة، أن المجتمع الدولي والمراقبون يرون إلى الحديدة بشكل كبير. الحديدة تحت المجهر وضعت الميليشيا الحوثي أمام مجتمع دولي. سيصطدم الآن الحوثي ليس بالشرعية والتحالف فقط، بل بالمجتمع الدولي المراقب لذلك. في بدايات الساعات الأولى لهذا الاتفاق خرقت ميليشيا الحوثي عدة جبهات تحديدا في الحديدة من عدة جوانب. هذا يعني بأن الحوثي لن يلتزم بالاتفاق في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد. كما قلت لك سابقا، ميليشيا الحوثي ترى بأن كل هذه الهدن هي لترتيب الصفوف واستعادتها. الملاحظ، وهذا شيء مهم، مصادر من الحديدة تقول قبل قليل بأن ميليشيا الحوثي تقوم بتعزيز بعض الجبهات وتحشد إليها لكي تكون في المساء يمكن أن تحصل اشتباكات أو تفجر وضع محدد في مكان محدد في الحديدة. هذا ما يعني بأن الحوثي لن يلتزم بهذه الهدنة ولن يجنب المدنيين القتال، وهذا يجعل الحوثي ويجعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المحك. هذا المعطى الجديد الآن في الحديدة، ما الذي سيتعاطى معه؟ كيف سيتعاطى معه المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ المجتمع الدولي سيصل إلى قناعة بأن ميليشيا الحوثي يصعب عليها الاندماج في السلام والانخراط في عملية سلام حقيقية تجنب المدنيين الحرب في الحديدة تحديدا، وتجعل الممرات الإنسانية والممرات الدولية تكون ممرات للإغاثة الإنسانية والمعونات، وأيضا تجعل المجتمع الدولي أمام مواجهة حقيقية ومكاشفة للمجتمع اليمني. المجتمع اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب التي صنعتها ميليشيا الحوثي، من ويلات الانقلاب التي قامت بها ميليشيا الحوثي، وأيضا من ويلات الصراعات التي أدخلت اليمنيين في صراعات دولية وإقليمية ومحلية، ليس لليمنيين ناقة فيها ولا جمل. المجتمع الدولي الآن هو المسؤول الرئيس عن ما يلحق بالمدنيين في الحديدة من انتهاكات ومن قتل ومن تفجير. ميليشيا الحوثي فجرت المباني والمساجد في الحديدة، دمرت الأسواق على ساكنيها وعلى مرتديها، منعت البضائع، باعت الإغاثات، والمجتمع الدولي يعرف ذلك. ولكن الشرعية تعاطت والتحالف بإيجابية لكي تجنب اليمنيين الخراب والدمار وتجنب المدن، لكن الميليشيا بكل تأكيد لن تذهب إلى هذا الخيار. ستأتي بذرائع جديدة وبخروقات جديدة، نعم، ليس في الحديدة فحسب ولكن في كل الجبهات، والكويت قبلها والجنيف في كل جولات الحوار لم تأتي بجديد، وكان الحوثيين هم من يبدأون بخروقات الهدنة، والحديدة الآن في هذه نعم الساعة سيد خير أكرم شاهد وصلت ودليل. الفكرة، شكرا جزيلا لك أكرم الفهد، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.